مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد من عاصمة دكالا، من مدينة الجديدة، إقليم يعني من مدينة الجديدة يعني إقليم الجديدة. حنا كنتواجدو بالمدينة العاصمة، فالجو ممطر هاد الصباح. مشاهدي قناة شوف تي في، شنو رأيكم في المواطنين والأشخاص اللي كيقوموا بألعاب بهلوانية بالدراجات ديالهم النارية، وأيضا بالدراجات الهوائية، وكيتسابقوا بالسيارات ديالهم في الشارع العام، مما كيزعج المواطنين الآخرين وكيسبب في مشاكل كبيرة لهم، لأنهم كيسبوا في حوادث سير لا قدر الله، كتكون في بعض الأحيان مميتة بهاد الألعاب ديالهم وبهاد اللعب ديالهم الغير محسوب العواقب. فهما كيكونوا في الأول غير كيضحكوا وغير كيتفلا، ولكن في الأخير فهما كيسبوا المواطنين مشاكل كبيرة، مشاكل لا حصر لها، مشاكل اللي دائما كتزعج المرأة وتزعج المواطنين الآخرين اللي كيكونوا كيمروا يعني بالشارع العام. وهذا من الحوايج اللي كنلاحظوها خلال هذه الأيام الأخيرة دائما بالشوارع العامة هنا بمدينة الجديدة. فحقيقة يعني كاين مجهود كبير ديال عناصر الأمن اللي كيحرروا مخالفات زجرية في حق كل من ثبت أنه كيقوم بهذه الألعاب، بالإضافة إلى رادارات اللي بمختلف شوارع المدينة، واللي أيضا حتى هي كتثبت هذه المخالفات يعني على الأقل للتقليل من هذه المشاكل اللي كيقوموا بها هاد الناس اللي كيقوموا بهاد الحركات البهلوانية والألعاب البهلوانية بالدراجات ديالهم بالنارية أو الهوائية. فمشاكل كثيرة وكثيرة جدا يعني كيتسبوا فيها هاد الناس للمواطنين دون ما يراعيوا يعني الأضرار والمشاكل والخسائر اللي كيمكن لهم يقوموا بها بين الفينة والأخرى للمواطنين، المواطنين اللي لا ذنب لهم في هاد المشاكل، سوى أن هؤلاء الأشخاص يعني كيقوموا كيحاولوا يعني يلعبوا، كيحاولوا يقوموا بهاد الأفعال وبهاد الحركات البهلوانية، لأن مجموعة من أصحاب الدراجات الهوائية والدراجات النارية كيقوموا بمثل هاد السلوكيات الغير مقبولة. فمجهود كبير وكبير جدا من طرف العناصر الأمنية، عناصر الدرك الملكي بمختلف يعني المناطق للحد من هاد الظاهرة، لأن كاين أشخاص يعني هما كيلعبوا ولكن في نفس الوقت كيسبوا مشاكل كبيرة وكبيرة جدا لباقي المواطنين، المواطنين اللي كيتشكاو من هاد الظاهرة ديال هاد الألعاب البهلوانية اللي كيقوموا بها، ألعاب كتكون خطيرة وخطيرة جدا كيقوموا بها أصحاب بعض الدراجات النارية، بعض الدراجات الهوائية في الشوارع وبالطرقات، وكاين حتى البعض اللي عندهم سيارات فهم كيحاولوا يتسابقوا وكيجريوا بواحد السرعة جنونية، سرعة مفرطة، مما كيتسبب في حوادث سير، حوادث كتكون في أغلب الأحيان مميتة، كتكون كتسبب عاهات مستدامة لمجموعة من المواطنين اللي بفعل هاد الحركات وهاد الألعاب البهلوانية فهما يتسبوا في مشاكل وفي عجز وفي عاهات مستديمة لمجموعة من المواطنين بفضل هاد التصرفات السبيانية، التصرفات الغير محسوبة العواقب من طرف هاد أصحاب الدراجات النارية والهوائية اللي دائما يعني كنشاهدهم بين الفينة والأخرى بمجموعة من الشوارع كيقوموا بمثل هاد الأفعال وبمثل هاد التصرفات لمشاهدي قناة شوف تي في تزادت بشكل كبير خلال هذه الأيام الأخيرة. وهذا الشيء هو اللي يعني مقبول وغير مقبول من طرف هؤلاء الأشخاص. فكنتمنى صادقين إن شاء الله يعني هذا نداء لكل من كيقوم بمثل هذه الأفعال فيحاول يتجنبهم، لأنهم كيسبوا في أضرار، كيسبوا في مشاكل لمجموعة من المواطنين، وكيسبوا في حوادث سير هذو أصحاب الدراجات النارية، أصحاب الدراجات الهوائية. فكنتمنى صادقين إن شاء الله ما يبقاوش يكرروا مثل هاد الممارسات، مثل هاد الأفعال اللي كيقوموا بها واللي دائما يعني كتخلق متاعب، كتخلق عاهات، كتخلق حوادث سير اللي كتسبب في عاهات مستديمة
لمجموعه من المواطنين، وكاين امثله كثيره في هذا الشان. يعني كيكون في الاول غير كيلعب كيقوم بهذه الافعال وبهذه التصرفات وبهذه الالعاب البهلوانيه الخطيره، ولكن في الاخير كيسبب عاهات لاشخاص اخرين. فكنتمنوا ان شاء الله صادقين يعني جميع المواطنين اللي كيقوموا بهذه الافعال يعني يتعقلوا وما يبقاوش يقوموا بمثل هذه الافعال. في المحيي كنحييو جميع مشاهدي قناه شوف تي في على المتابعه وعلى الحضور ديالهم معنا اللي كيتابعوا معنا يعني البث المباشر. فالموضوع ديال اليوم حاولنا نطرقوا فيه للناس اللي كيقوموا بحركات بهلوانيه خطيره، سواء بالدراجات الناريه او بالدراجات الهوائيه، او كيتسابقوا بالسيارات ديالهم هما كيسبوا عاهات وكيسبوا حوادث وعاهات مستديمه لمجموعه من المواطنين. كنتمنوا ان شاء الله يعني النداء يكون وصل جميع المواطنين اللي كيقوموا بمثل هذه الافعال. وفي انتظار ذلك استودعكم الله مشاهدي قناه شوف تي في، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.